الى راموس امامية، استلم على الصدر بشكل ممتاز. موراتا، يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد. جارس بيلعب بمتابعة الحدث، رونالدو هو صانع الحدث. أول أهداف اللقاء، انطلاقة ولا أروع، لم يكن هناك تسلل، وجارس بيل بيمينه ورونالدو يسجل أول أهداف اللقاء. شوف الحركة من غير كورة، يا سلام على موراتا، بص شوف نقل نفسه فين، بص شوف جارس بيل، جارس بيل باليمين ورونالدو باليمين، يا جماله يا جماله، بيمينه حطها له ليتقدم الملكي بأول أهداف اللقاء. 1-0 لرونالدو، ويرفع النجم الكبير رصيده الى الهدف رقم 12 في مباراته رقم 7. أسطورة حية، نعم نعم نعم، رونالدو نجم كبير يستحق كل الاحترام كل التقدير. 12 هدف في 7 مباريات. عشان نتعامل مع فريق كبير كيف يلعب امامه لاعبين ونكسب الخبرات. يا سلام يا سلام، هوبلاند هوبلاند هوبلاند، وهدف التعادل، هوبلاند وهدف التعادل. الظهير الايمن يتقدم وينطلق ويخترق ويعدي ويمر ويفوت ويشوط، واكيد يسجل اول اهداف اللقاء. وجماهير شالكة، بص الكره يا جماعه، فريق خسران 6-1، شوف جمهور قد ايه مسافر له من منين لفين عشان يتابع، عشان يتفرج، عشان يشاهد، عشان يستمتع. يكسبوا يكسبوا، يخسروا يخسروا، لكن بيأدي ما عليهم. تصطدم في اقدام راموس وتغير اتجاهها، ويسجل هوبلاند اول اهداف فريقه لتصبح النتيجه التعادل 1-1 1-1. عموما ريال مدريد في 7 مباريات مضت دخل مرمى اهداف في كل المباريات عدا مباراتين. جمهور الملكي مبسوط، بص شوف رونالدو بيعمل ايه، عدى وبره وفات وشاط، الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. اختراق وانطلاق فتح شوارع وانفاق من جديد، تلك الانطلاقه، يا لها من استفاقه. نعم 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 نعم، انه رونالدو الخطير، انه رونالدو القدير، والهدف رقم 13. يتصدر ويضع قدمين على القدم، نعم نعم نعم، يضع قدم على القدم ويتبوأ مقعده في المقدمة. هاي باص لها شوط وتوت توت توت، جمهور الملكي مبسوط. رسالة لمن يهم الأمر، أن رونالدو هو الأفضل، رونالدو هو الأحسن، رونالدو هو الأقدر. وقبل الكلاسيكو يوجه رسالة شديدة اللهجة للجميع، بينما أنشيلوتي أبقى عليه كبير. رونالدو لا يكتفي بصناعة الهدف، رونالدو يسجل الهدف، رونالدو لا يكتفي بمشاهدة الهدف، رونالدو أيضا يصنع الهدف. الله عليكم، الله عليكم، عملتوا اللي عليكم. 3-1 للبرنجي، ينجح فيه التقدم بهدفين في الشوط الثاني ويتسع بالفارق. رونالدو 13 هدف، العرضة ارتفاع 2 متر 44 سنتي، تصرخ بصوت عالي وتقول عفوا رونالدو، هدفين 2 فقط. فموراتا يستحق هدف لانه اجتهد، نعم اجتهد. 3-1 لصالح ريال مدريد. هكذا الكبار يفكرون، هكذا الكبار يتقدمون، هكذا الكبار يتعاونون.